بخير البنات، شي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نهاركم مبروك وصباحكم مبروك. انا دابا في باب التغزول غاديه للخدمه، بيجي واحد السيد دور ليا هشام، بيجي واحد السيد من الكروسه ويجيب ليا شي حاجه. ايوا صافي، خاصه بالرياض. المهم دابا نبارطاجي معكم داكشي اللي بغا يجيب، وهانتوما معانا. راني غاديه في الطريق، فراسكم راه الدنيا عامره وكنصور. كندير بحال كنهضر مع شي حد عادي، خصني نولف. احنا وصلنا للجبال البنات، دزنا تقدينا من عند عبد الملك مول الحانوت، تقدينا من عندو الفطور. جيت انا وبنتي تقدينا الفطور ديالنا، خليت بعدا الدراري، خليت لهم الفطور صباح الخبز، كاين الزبده، كاين زيت العود، كاين كلشي الحمد لله. يعني اتاي حتى هو راه موجود، خليته موجود، يعني خليت بقيت عليهم مهنيين. وجيت دابا عندنا 9:30، حيت الكراسي غيجي مع 10. ايوا صافي، غادي نفطروا ان شاء الله، جينا نتسمن نبقاو معنا نحلوا باب الدار. هانتوما هاني لبست قويميشتي باش بغيت نبدا نخدم مع البنات، هانتوما حتى نشري طابلي. وصافي مشينا عندنا جملاتي، هانتوما يا البنات ما تقولوا راه ما تيجيش معايا العصر. هانتوما ماشي لبيتها كون انتي كانوا لعبي قلت على ارضي كامل العمي. شتوها كي جاتكم؟ قولوا لي كي جاتكم في لي كومونتير. هانتوما البنات، ها الكراسي جا، هادو راه تواليطات، هادو تواليطات ديال الشومبرات جابهم. المهم تا يتحلو، هذا روبيني، هادشي تا يتحل. دابا نسدو هذا، ها هو الكراسي غادي يدخل معايا هادشي. الكراسي سميتو جمال، معانا صافي لونطون، خدام مع الرياض شي 4 سنين ولا اكثر، ياك جمال خدام شي 4 سنين ولا اكثر ياك. ممكن نوريك؟ قول السلام عليكم. بخير بس عليك. المهم ها هو غادي نحط لكم المرتو، اللي بغا يعيط ليه في المرتو ويجي تتسويت، راه الله يعمرها سلعه لا ياك ولا دار. المهم دير لي هذا على هذا وراه نهزو، الا ما كانش ثقيل دخل. يلاه زيد مع هذا الشيء راه باقي ملون. ايه حط لي عي تما دابا نشوف اش صافي صافي. الله يرحم والدين، الله على با جمال. الله يبارك فيك. هاهوما درناهم هنا في الطواليط، ديرو هي ديرها فوقها باش على الطريق وعلى الروبيني تنحتاجو. هاكاك الله يستر عليك. صافي صافي، الله يرحم والدين، الله يستر. صافي دابا البنات هاني قضيت الغراض، باقي غادي نتسنى ان شاء الله واحد ساعتين ولا ثلاثه هنا في الرياض.
البنات كنشرح لكم زعما علاش كنسقي بالسطل وما كنسقيش بالتيو. التيو كان عندنا وكانوا خدامين به البنايه، ولكن كيرميوه لينا في الشمس، تما كيرميوه في السطح تيخليوه صافي، ولا كله هو مقطع كيشرشر بهذا المفهوم. ايوا بديت كنشرح لكم، وطه القارو بيني مسطع الدنيا، ما عرفتش بعض المرات ملي كنكون كنصور كنسى راسي. الكتمان ملي كيكونوا في يديا كنبعد ونبدا نشير بهم، ما تيتسمعش الصوت. ملي كنكونوا كنصوروا كنكونوا بلا عقل والله العظيم. المهم قبلوا علينا باش ما عطى الله حتى نتعلموا التصوير على حق وطريق، حتى حنا ونوليو محترفين في هذا الشيء. هنا تاني كنشرح لكم هاد الكراسة وهاد الشيء راه غادي نجمعو وغادي نحيدو. ها نتوما كتشوفو كنسبق تسقي هو الاول، بانتهاية حتى هي كتسقي ليا هادو. كون كان تيو دابا ما غاديش نخليها كاع تطلع، ولكن ما كاينش، مسكينة طلعت سقات ليا هادوك المحيوقات حتى هي. ها نتوما هنايا راه جمعت السطاح وسياقت، ها نتوما كما كتشوفو، وصوبت الكراسة صوبتهم هي مؤقتين، من بعد غادي نستفد داكشي لحق وطريقو. هاد الطبالي مع هاد اللاك التجديده درت ليه هالميكا باش ما يطلقوش ليا الصدف. هاد اللاك درت هاد الطبيلات لهاد العود، درت دوك المحيبقات استفدتهم كما كتشوفوا هنايا. تاني هاد القراعي ديال الطبزيره وديال القهوه وداكشي غسلته وجمعت هادشي باش ننزلو لتحت من الغبره. وانتم كتشوفوا السطح سيقتو كامل من الغبره. هادشي راه درت غير هي حيدت هي الغبره وما الحكان، ونقع على حق وطريق ان شاء الله. من بعد شوي بشوي تيحيد علينا السباخ. هانتوما هاد البلاصه راه باقي ما قصتها كاع، حتى الغدا ان شاء الله وغادي نصور معكم تاني عاوتاني داكشي اللي غادي ندير في الرياض. هانتوما هاد الخوابي تا هما طرفتهم هنايا. ايوا صافي، هانتوما غتشوفوا معايا كي درت لهنايا، جمعت دوك الطبالي وجمعت الكراسة، كرسي فوق كرسي، وجمعت الكراسة تاني فوق الطبلة. المهم باش نخلي لي سباس فين نتحرك. هانتوما شتو لي سباس اللي خليت تمايا. المهم جمعت شويه وصافي، يعني على ما يساليو البنايه ويخرج من عندنا السباغ والنجار ان شاء الله، ونبداو تاني في الميناج على حق وطريق. وغادي ننزل ان شاء الله بالتسياق من هاد الدروج الفوق، من هاد الدروج تاع السطح غادي ننزل التسيقه حتى لتحت ان شاء الله باش نحيد عليا الغبره وداكشي. هانتوما كما كتشوفوا شديت هادوك النشارات فوقاش كنشرو الفاط وداكشي، حيت ان شاء الله هاد اليامات غادي نبدا الصابون، وبغيتهم يكونوا واجدين. غسلتهم غسلات الغدايد من الغبره. وهانتوما كما كتشوفوا تنعاودهم في المسيح باش نحيدهم من الغبره. سيقت هاد الشومبر الكبيره، مسحت غبرتها، سيقت هنايا كامل. المهم ان شاء الله غدا غادي ندير لكم فيديو على كاع داكشي اللي نقيت وصاوبت، غنوريه لكم ونديرو تاني شي شويه عاوتاني كما قلت لكم حتى يحيد من عندنا الصباغ. عاد ديك الساعه غادي يبدا الميناج على حق وطريق. We'll be right back.
وهنا البنات رجعت للدار، درت بيوه بالخبز غياض غياض، حطيت على الفنجان في الكوسكوس وقليت البطاطا، قليت الفت كان عندي في الثلاجة. الوالدة دابت لنا شريطة ديال المطيشة ودوزنا الساعة باش ما عطا الله. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يعجبكم، وما تنساونيش من اللايكات والبارطاج، واللي ما مشتركش في القناة مرحبا به، وبالسلامة عليكم الى فيديو جديد ان شاء الله.